مونديال انفو برعاية ايفاتور. صباح النور، اهلا وسهلا بكم في مونديال انفو. 24 ساعة بعد هزيمة منتخبنا القاسي ضد بلجيكا 5-2، برشا نجم نقولوا نقاط استفهام في اداء منتخبنا التونسي البارح. الصحافة العالمية تنتقد سخط من الصحافة التونسية على كل لاكثر اخبار المنتخب وتحضيراته المباراة الاخيرة قبل العودة لتونس ضد بنما نهار الخميس بداية 7 متاع الليل. نلقاهم عند مبعوثنا الخاص الروسي امين هلال. امين، صباح النور. صباح النور فاضل، صباح الخير. ان تسمع فينا الكل، كما قلت 24 ساعه بعد مباراه بلجيكا، خليني نقول بعد نكسه المونديال للمنتخب الوطني التونسي، يحضر الان باش يدخل في تحضيره لمباراه الاخيره ضد المنتخب البنمي اللي تلعب نهار 28 في فرنسا ابارتير من 7 توقيت موسكو 5 بتوقيت تونس. على كل فاضل، خلينا نقولوا النكسه الريه حكيت عليها الصحافة العالمية، حكيت عليها الصحافة التونسية، كثر عليها التنظير، لكن نحب ولا نكره هذاك مستوى كرة القدم التونسية، هذاك مستوانا اللي ما نجموش نكذبوا على بعضنا توا نقولوا أنه منزلنا بعاد برشا على مستوى كرة القدم العالمية. صحيح عنا منتخب فرحنا في عديد المناسبات، لكن وقت اللي زاد تكون فما نكسة زلنا نحكيوا عليها، ما نحكيوش بتشنج كبير، لكن النكسة هذه ما يلزمش تتعدى مرور الكرام، يلزم يتم اخذ القرارات اللازمه. شكون وراء الفشل هذا؟ اكيد كل فشل وراه ناس، لكن كي كان فما النجاح حكينا على النجاحات، حكينا على المنتخب كانت وراه عباد مشهد المسيره نتاع المنتخب، لكن نزيد نعاود نذكر وراء ترشح المنتخب للمونديال قالت برشا عباد عندي انا ما يتسماش انجاز، لان المنتخب ما كانش انه يكون متواجد في نهائيات كاس العالم، لكن الانجاز اللي حبينا يكون هو ترشح لدوري الافريقي، لانه عمرنا ما تجاوزنا التور الاول، عمرنا ما ربحنا مباراه توا نعيشوا باطلال مباراه المكسيك عام 78. على كل ممكن الفرصه القادمه انه نعملوا حاجه في المونديال هذا، نحققوا انتصار ان شاء الله يكون ضد منتخب البنمي نهار 28. على كل المنتخب اليوم باش يقوم بحصه ازاله ارهاق في المنظر، ماهوش باش يتدرب اليوم في الميدان، يعني تكون حصه ازاله ارهاق في المنظر اللي يكون فيه المنتخب الوطني التونسي. فينا غدوة باش تكون حصة تدريبية مع الخمسة نتاع العشية توقيت تونس، السبعة لهنا توقيت موسكو، قبل ما يتحول الفريق النهار الثلاث لمدينة فرنسا كون باش يقوم بزوز حصص تدريبية قبل مباراة المنتخب البنمي. كل الأجواء لهنا خلينا نقول التونس الكل كانت يعني صدمة كبيرة للجمهور التونسي سواء في تونس او لهنا، زاد خاطر تحول اللي كان الجمهور التونسي لموسكو تحول تاريخي وقياسي باش يبقى في تاريخ المونديال الكل. الجمهور التونسي صنع الحدث لهنا في موسكو، لكن الله غالب المنتخب ما نجمش يقدم المردود الممتاز، والا خلينا نقول المنتخب. نسمع فيك فاضل. سامحني باش نقاطع، لكن الرقم صحيح حسب السلطات الروسيه، والسلطات الروسيه ماش قاعده تلعب، اكثر من 20,000 تونسي تحولوا روسي، اكثر من 20,000 فاضل. نحكي على مباراة المنتخب التونسي والمنتخب البلجيكي، كانوا فما 15,000، لكن تونس أكثر من 15,000. أنا قلت لك 20,000 وشوية. 20,000 ومزيد، يعني ممكن حتى يكون عدد أكثر برشا من 20,000. أنا قلت لك فاضل كي تدور لأنك تحاول في موسكو، يعني كان تحاول في تونس. لحظة لاحظتين يعرفك التونسي دراب والبلاد مرفوع في كل بلاصة. ممكن الحاجه الوحيده اللي ربحناها من المونديال هذايا انه عرفنا بالسياحه نتاعنا عن طريق الجمهور هذايا اللي كان كبير وكبير برشا واللي اصنع الحدث في موسكو. على كل الجمهور هذايا برشا فاضل، كنت حتى حكيت معاهم البارح، قال لك تعديتك باش نتفرجوا في طرح بنما، يعني كانت خيبه امل كبيره التونسي حتى اللي كانت قاصه باش تمشي تفرج في طرح بنما، ممكن اختارت انها ما تمشيش تتفرج في طرح بنما، وهذا يعني لازم تعذرهم العباد، لانه مشقه السفر تعرف انه فولغوغراد العباد قطعت اكثر من 1200 كيلومتر باش تفرج في المنتخب في فولغوغراد، ثم رجعت نفس المسافه لموسكو، ومن بعدك باش تحاول اكثر من 800 كيلومتر يعني، ثم العوده لموسكو. يعني عباد تعبت بالحق، كي نقول لك تعبت العباد اللي جات لهنا، تصيح تشوف الامبيونس وتشوف الجو في الساعة الحمراء، لكن تبقى تحكي معاهم ناس تعبه بالحق، حبت تجي مش من اجل الفسحه والا من اجل التمتع بموسكو، لكن فما عباد حبت تجي تفرح وحبت تجي تشوف منتخبها يترشح للدور الثاني. على كل خيبه امل كبيره، اصبحنا
عليها زد اليوم يعني كتير في الصباح وتذكر خمسة البارح أكيد يعاود يرجع لك نفس الإحساس متاع الخيبة وقتش نتجاوز الإحساس زي إن شاء الله. إن شاء الله نقول فاضل إنه الحاجة الوحيدة اللي نجم نخرج بها في المونديال هذايا أنا نحقق ثاني انتصار في تاريخ المونديالات المنتخب الوطني التونسي في المنتخب الفني. فما عنوان صحيفة بيلد الألمانية عنوان مستفز شوية كتبت قالت كي تشوف دموع نبيل معلول مدرب ليكيب ناسيونال قبل المباراة وتتفرج في المباراة تفهم علاش نبيل معلول قام يبكي قبل المباراة. صراحة عنوان مستفز شوية يعني سامحني في الكلمة وللسادة المستمعين قعدنا ضحكة معنا. صحيح فاضل مش حتى كان العناوين حتى اللي ردت فعل بعض الجماهير الاخرى يعني البارح تشوف الجماهير البلجيكيه يشوفوا واحد تونسي يعمل بصدحهم خمسه يعني معناه بالحق تحس شويه بالخيب وبالاهانه شويه اهانه لكن الجمهور التونسي كالعاده حتى البارح من بعد المباراه حاول انه يعاود يعمل الشو اللي عمله البارح لكن حتى الناس رغين عليها أنها بشتعل تعمل الشيء وهي خطرة خمسة. أنا ممكن التيتر اللي أكثر تيتر شفته مقنع في الصحافة العالمية واللي حطته لكيب كتبت المنتخب البلجيكي يتفسح يعني فتحة كانت المنتخب البلجيكي المنتخب الوطني التونسي معناها كانت فتحة للمنتخب البلجيكي على كل المنتخب التونسي تويكا مش نقوله يطوي صفحة المنتخب البلجيكي طوينا صفحة المنتخب الانجليزي فانا ان شاء الله زينا مع بلجيكا لو نزيد ونطوي صفحة المنتخب البلجيكي صفحة رزينة اللي مش نطوي وزي مش كما بقية الصفحات لكن هذيك مشيئة الله يجزلنا نعرف أن المباريات كرة القدم كثير فيها كل شيء صارت الحاجات اللي ما نحبوهاش نحن على غالب كتوانسة تبقى مباراة بنما مباراة أخيرة إذا بش تكون مباراة فيها رهان ما فيهاش اليوم خلال مباراة بنما إنجاز بون هو لوجيكمون مباراة دون رهان مباراة باش تكون حسب رأي الخاص فاضل أنا ديما عندك الأمل أنت يا أمير لا مش عندي الأمل ديما نحكي حسابيا منطقيا أنا معاك في كلامك وعلى طول الخط ومع طول أنه روحنا من المونديال لكن حسابيا كرة القدم فيها كل شيء كيما البارح ما توقعناش الخمسة ما تدريش لين بنما تحدث المفاجأة تنجم تفوز على المنتخب الإنجليزي لكن بنما تفوز على المنتخب الإنجليزي مش تولي فما حسابات أخرى في المجموعة هذه نحكي حسابيا لكن منطقيا للأمانة أكثر من 99% كان مش نقولوش 99.99% منتخبنا ودع المونديال لكن بالحسابات يبقى كل شيء جاي نتفرج لهم في طرح بنما لانجلتير على كل المونديال أكيد مش يكون للنسيان ومش يكون وراه عديدة الحسابات وعديدة القرارات سوى مازال كل شيء متكتم في انتظار معرفة ما مش هو اللي بش يصير بعد مباراة بنما شواط المعلول المكتب الجامعي هذا باش يواصل وغيره عديد الاسئله بالكعبة تطرحها الان اسكو معلول باش يكمل مع المنتخب الوطني التونسي اسكو عدم ضعف العديد من اللاعبين هو اللي اثر بالحق على مردود المنتخب اسكو الاختيارات التكتيكيه صحيحه مش صحيحه اسكو نحن بالحق هذاك النيفو نتاع كره القدم التونسيه هذه عديد الاسئله تو مش وقت ان نعمل زيت عنها مباراه لكن اكيد بعد مباراه بنما عديد المواضيع وعديد الملفات باش يتم فتحها خاصه بعد هزيمة بلجيكا 5-2. أمين بعد الهزيمة ضد بلجيكا البارح شنو من الكواليس اللي صاروا عندك شوية أخبار خطر سمعنا برشا كلام سمعنا أنه مثال فما صار تلاشن بين بعض الملعبية صار تشنج بين وديع الجريء نبيل معلول الأخبار هذو ما تنجم وأنا كنت أحكيت البارح مع أشرف على الأخبار اللي وصلت لكن أكيد تعرف أنه الكوزينة البارن في وسط المنتخب في وسط الفندق حتى كان صارت حاجة سمعنا بعض أنه صارت مشادة كلامية بين وديع الجريء نبيل معلول لكن ما نجموش ان نأكدوا شيء زي لانه خارج الحكاية من كواليس كما نسمع نحن لهنا كما تسمع العباد الكل خاطر ما كناش حاضرين بعد المباراة مع المنتخب في الفندق لكن فاضل خليني نقول لك انا البارح الصباح قبل مباراة بلجيكا كنت متواجد في فندق المنتخب وشفت الاجواء الغديكة للامانة ما حبيتش انا ديما هز المورال الروحي لكن كي شفت حسيت انه فما حاجه سبطه معنا حتى ليله المباراه في حصه التمارين الاخيره وهذا اللي كان تكتب عليه حتى في مجله الحصاد صحفي او مصور فوتوغرافي تونسي مش نذكر اسمه اكيد اقراوا الارتيكل في مجله الحصاد كان حكي شنو صار في ليله المباراه في حصه التمارين كان فما انقسامات بين اللاعبيه فما الكلان هذا مع الكلان هذايا على كل يعني كانت فما بوادر انه فما حاجه تبطا قبل مباراه بلجيكا لكن هذا كل اكيد
ما تنجم تعرفه الا ما يوفى المونديال، خاطر تويكا فما ما فماش رهان كبير في مباراه بنما، لكن الكوزين انترن تبقى تخرج ثاني تصور من بعد المونديال. هذا كان فما شكون باش يحكي اللي صار بالحق، لكن بعد اللي صار الحمدي الحرباوي أمين صعيب برشا كان نسمعه، خاطر حمدي الحرباوي كي حكى شنو صار في الكوب دافريك، كيفاش الملاعبية احتفلوا بعد الانسحاب من الكوب دافريك، كيفاش فما انقسامات، كيفاش فما جروبات، ادفع الثمن. صحيح فاضل، وانا علاش ما نحبش ناكد حتى حاجه، خاطر مش كيما تخبط انه فما حاجه تحس انه فما حاجه سيفطار كيما تتاكد انه فما حاجه سيفطار، انا هذا مجرد احساس من اللي شفته، لكن انك باش تتاكد نجم نكون انا غالط، نجم نكون انا صحيح على كل هذا الكل، نجم يتاكد بعد كاس العالم بعد نهايه مباراه بنما والعوده لتونس، اكيد عودتنا باش تكون مبكره برشا بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي كل عاده، نكملوا الطور الاول نروحوا، يعني كانت امنيتنا نهار انه نمشيوا للطور الثاني يتقلى غالب، هذاك شنو جنات عليه بطولتنا، شنو جنات عليه كرة القدم التونسية، عطاتنا منتخب ضعيف وضعيف وضعيف للآخر فاضل، خلينا نقول بكل أمانة منتخبنا ضعيف، ممكن من أضعف المنتخبات اللي متواجدة في المونديال، كما قلناش هو الأضعف في المونديال مقارنة ببقية المنتخبات، كي تتفرج أنت في مباريات كما كوستاريكا اللي نحن ربحناها، كما إيران اللي ربحناها، تتفرج في منتخبات كيف تقدم في مونديال تقول وين نحن وين هما، يلزمنا كما قالنا بن معلول زاد البارح في تصريح لي قال أنه مازلنا بعاد سنوات على كرة القدم في اللونيفو، هذا ما كانش كلام قبل مباراة إنجلترا، لكن يظهر لي تعرف الأخر نبيل معلول أن مازلنا بعاد بعاد عديد السنوات على كرة القدم العالمية. شكرا ليك أمين هلال مبعوثنا الروسيا، كان هذا أمين هلال كلنا على أهم وأخبار المنتخب التونسي. ترتيب في مجموعتنا 6 نقاط، المنتخب البلجيكي في الصدارة، إنجلترا 3 نقاط، تونس والبنما 2 نقاط. أنتي رابيل بنتائج مباريات البارح في المونديال، كوريا الجنوبية تنهزمها من المكسيك 2 أهداف مقابل هدف، الانتصار الثاني للمكسيك في المقابل الهزيمة الثانية على التوالي لكوريا، وقمة البارح الشوك ألمانيا تنتصر على السويد بصعوبة بونتو، توني كروس في دقيقة 90+5 هو اللي هدا الانتصار الأول للمانشافت في الكاس العالم. الترتيب المكسيك في صدارة 6 نقاط، ألمانيا السويد 2 نقاط، كوريا الجنوبية في المركز الأخير 0 نقاط. ماتشوات اليوم في كأس العالم في مجموعة منتخبنا الوطني التونسي، ماذي ساعة إنجلترا مع بنما، 4 نتاع العشية اليابان تلاقي السنغال، 2 منتخبات كانوا حقوا العلامة الكاملة الفوز في الجولة الأولى، دونك نستناو شكون باش حق الهدف الثاني الانتصار الثاني ويقترب أكثر فأكثر نحو الدور الثاني. في المقابل 7 نتاع الليل 2 منتخبات اللي كانوا هما الأوفر حظ المرشحين قبل بداية كأس العالم، بولونيا كولومبيا بعد هزيمتهم في الجولة الأولى، دونك ممكن ياسر نشوفوا منتخب واحد فيهم يودع المونديال على بكري. كانت هذه مونديال انفو، نتلاقاو في ميدا في المونديال من الساعتين حتى لما 3، كان معكم فضل العريبي، ان شاء الله نهاركم زين. مونديال انفو برعاية ايفا تور.